بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة دي بي دي. اليوم إن شاء الله شباب راح نلعب بنظام الكيلر، وراح ألعب إن شاء الله اليوم بالكيلر الكوري. طبعا الكيلر هذا أول مرة أنزل له فيديو في القناة، وأنا عندي مهمة إني أعلق 20 سيرفايفل، تمام؟ فخلصت منها مجموعة لكن الباقي لسه ما خلصته، فاليوم إن شاء الله بحاول إني أخلصها معاكم، وراح ألعب زي ما قلت بهذا الكيلر وأول فيديو له. إن شاء الله إنكم تستمتعوا معايا، وخلونا نبدأ. يلا. أوكي شباب، ماب مايكل مرة حلو. هذا من المابات المفتوحة صدق، يعني بيكون مريح جدا مع هذا الكيلر إن شاء الله. نحاول ندور عليهم بسرعة. كأني لمحت حركة هنا. أيوة تمام، ما دخل البيت، ممتاز. والله الإيم ضايع يا شباب. ممتاز. حلو، خش البيت نسبق له. نزل بيسمنت. لا صوته هنا. لا تستسلم العب. ايوه تمام. لحظه خلينا نشوف في احد. ايوه هذول عندهم فلاشات شباب، طبعا في ثلاثه منهم معهم فلاشات، خلينا ندمج هذا ونتركه. يلا تمام، انا بحاول اني ما تنيل ما كمبر، بلعب عادي يعني، فهمتوا يا حبيبي؟ جوك حقين الفزعات كلهم ركض بفلاشاتهم. طبعا انا عندي لايت بورن ما عندي مشكله فيهم، فاموري تمام، لكن عجبتني الفزعه كذا، اثنين كلهم جو يركضوا. القم هذا الاول. حلو، 8 من 20 يا شباب، 8 هوكات من 20. والله مشوار، انا بحاول اخلصها. ايوه والله عينك قويه صراحه. يا ولد اثبت، يا ولد اثبت. ماشي حلو. في احد؟ ما في احد بيفزع. اوكي ما في، نعلق بسرعه شباب. خلص الجهاز. انا ودي بيلي يهيل بسرعه، في صوت، صوت في تورو. ايوه تعال. حلو مره حلو، ثلاث هوكات ايزي لحد الان. اوكي نزلوا بيسمنت. طبعا الكيلر هذا في النهايه يرفع ضغطهم، يعني هم حتى مهما قاوموا كذا ومهما حاولوا، هو من الكيلرات اللي ينرفز صراحه في اللعب. يا ولد هذا عنده ديسايسف، هذا عنده ديسايسف شباب. القم، طبعا ما راح اشيله، عنده ديسايسف، يبغى يتكسك اتركوه، خليه طايح في الارض. ايوه نلحق هذا. طبعا يا شباب ما راح انزله بيسمنت، لو نزلته بيسمنت كاني حشرتهم كلهم صراحه. انا لا والله ابغى اجمع هوكات، عشان كذا بعلقه برا البيت احسن، عشان اجمع هوكات. فانا مطلوب مني 20 هوك، فكويس الحين وصلنا 11 هوك يا شباب، باقي عندي 9. نشوف الاورا، في احد قريب؟ ايوه في تورو قريب، والله في تورو تو نازل من الهوك، بس ايش اسوي هو اللي قدامي الحين، فخلينا نلحقه. ليش ما هيل؟ ايوه تمام نتركه اجل. هذا ملزم يا شباب، هذا ملزم بالديسايسف، اعطيه الديسايسف حقه. ما في احد، خلينا نشوف هذا هو نفسه ولا لا. ديسايسف؟ لا. اوكي ماشي، هذا الثاني نكسر هذا. نشوف الاورا برضو. الجيم لحد الان سهل. ايوه في واحد راح.
تمام في تورو هنا، انا اعطيته فرصه. روح روح روح، انا اعطيته فرصه يا شباب يهيل، ما هيل. خلاص الحين الدور عنده. تعال والديسايسف حقك شباب، بعطيه الديسايسف، هذا بعطيه الديسايسف. خلاص جننا عليها، يبغاها خلاص نعطيه اياها. واضح اصلا، واضح من اللعب انه يروح ويرجع لي يبغى الديسايسف. خلاص نعطيه اياها. مات في تورو، شوف الديسايسف. خلاص خلوه، ما راح اعلقه، ما راح اعلقه، ما راح اعلقه ولا راح الحقه، بتركه. تمام خلينا نشوف الشباب اللي هناك. لمحت واحد هنا ماسك جهاز، ايوه اوكي. طيب نشيل هذا ونعلقه، نعلقه بيسمنت. حلو 14 هوك يا شباب، مرة حلو الجيم، مرة حلو الجيم، وهم بدوا يتنرفزوا. الكيلر هذا يقاتل ببرود صراحة وينرفز. ماشي أبترك هذا، أبغى خليه يسيفه. بنروح هنا، هذا ماسك جهاز وفال له. مشكلتهم ما يهيلوا، وهذه غلطتهم صراحة. ممتاز دمر الجهاز، ان شاء الله اللي هناك يهيلوا، بس لانه اذا ما هيلوا بيطيحوا بسرعه، وانا صراحه ودي انهم يهيلوا. الجيم مره سهل وضغطهم من بدري فالامور طيبه. ما تنلت، ما كمبرت، اعطيتهم راحتهم، بس هم شكلهم بدوا يتنرفزوا من الكيلر، لانه فعلا من الكيلرات اللي ينرفز مره في الجيم. طيب تقريبا الان باقي 3 هوكات وينتهي الجيم، فخلاص نحاول نخلصها. ما هيل هذا، هذا تلقى عنده ديد هارد وفرحان فيها، فما يدري انه تورط معايا. ابتركه يا شباب، بتركه، بعطيه فرصه يهيل. شوفوا فوق، طنشوا، خلينا نشوف غيره. ابغى هذا اللي ماكس هيل، فينو؟ ايوه هذا هو. يا ولد بهدلتني، اثبت. عيوني حولت والله. تمام ماشي، ما جات يا اخي والله انترس انه ارحم من هذا الكيلر. خلصت السكاكين، ماشي بتركه، بسوي ريلود. عجبني الجيم والله، عجبني الجيم. ينادي عليه، شوف هذا ينادي عليه بالفلاش. ماشي ايه، ينادي عليه بالفلاش هذا قبل شوي. ماشي خليك طايح، ماشي لا امسك جهاز ولا اسوي شيء. الحق الثاني، ابغى الثاني. ايوه تعال تعال نكمل، تعال نكمل اللي سويناه قبل شوي. يا اخي والله رهيب الكيلر هذا، رهيب، لكن لما العب ضده يا اخي يرتفع ضغطي من قلبي يرفع الضغط. انا عرفت ليش الناس تستمتع فيه، عرفت الناس ليش فعلا تستمتع بالكيلر هذا، غثيث. طيب 16 من 20، خلينا ندور بل، نحاول نخلص الجيم، نجيب الفور كل ان شاء الله، نشوف الاورا اذا كان في احد شيء يبين عندنا ولا حاجه. ما في اي اورا. طيب
خلونا ندور عليهم يا شباب ونجيب الفوركل ان شاء الله باذن الله. ايوه في صحيح خلاص استسلموا 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 واضح. تعال تعال استسلموا استسلموا والله العظيم الجيم مره سهل صراحه. هم حاولوا اجتهدوا لكن ما ضبط معهم الجيم يعني بلداتهم ما هي ضد الكيلر هذا فتورطوا معاه صراحه. خلينا نعلق هذا نعلق الثاني نقول جي جي. طبعا المهمه خلينا نشوف خلصت ولا لا. اذا ما خلصت بخلصها في الفيديو 17 من 20. اوه يا شباب باقي هوكين باقي هوكين. وين راح ذا؟ طيب ماشي ناخذها بالجيم الثاني. بخش جيم ثاني يمديني مده الفيديو لحد الان قصيره ممتازه وخلاص ناخذ جيم ثاني جي جي. طيب شباب ماب ديث سلينجر ماب جيد ممتاز مع الكلر هذا ان شاء الله ان شاء الله انه يكون مناسب باذن الله. يلا خلونا نحاول ندور عليهم بسرعه نشوف اي اورا عندنا الحين نقدر نشوف احد. ما يبين اي احد عندي. ايوه في اثار هنا ماسك الجهاز فوق ماشي. ممتاز هذا الاول يا شباب. حلو 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 بداية حلوة نكسر الباب هذا بسرعة بسرعة. ان شاء الله هوك ابيض يا شباب. ما في ولا هوك ابيض هنا ماشي. 19 من 20 حلو باقي لي هوك واحد واخلص مهمتي بس اني بلعب بكمل الجيم عادي يعني. نشوف الاجهزه اللي هنا شباب ما اقدر اشوف اي اورا. ليش ما اقدر اشوف اي اورا؟ ايوه ايوه تعال حلو ممتاز الثاني نكسر هذا بسرعه. اوكي ممتاز كذا خلصت مهمتي والعب براحتي الحين. مره حلو مره حلو. وبيرك الحصان هذا عنده كويس هذا هوك ابيض يا سلام. 20 من 20 خلصت خلص الجهاز. اوكي تمام كلهم هناك مره حلو. اوكي في اثنين هناك يهيلوا وواحد واقف في اليسار كويس. كل السكواد كله هناك فالامور طيبه. كمان نكسر الباب الثاني هذا مهم يا شباب نكسره. ايوه شوفوا هذه فائدة الهوك الابيض. هذه هي فائدة الهوك الابيض. شفتك 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 شفتك. شوف الهوك الابيض هذا مرة حلو. إذا سيف واحد من الهوك اشوفهم كلهم في الماء. هذا هنا وين راح؟ حلو لحقنا عليه يا سلام. والله يا شباب غثيث الكيلر مره غثيث. شيل 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 ان شاء الله هوك ابيض. يا سلام يا سلام كذا ممتاز كذا ممتاز كذا نبدا نضغطهم الحين. لو سيفوها بشوف كل السرفايفل مره ثانيه فالامور طيبه. في واحد ماسك الجهاز هناك نكسر هذا. ما اخذوا فرصه لوب نهائيا ما اخذوا فرصه لوب.
نهائيا ما اخذوا اي فرصه. في واحد هنا اوكي، هذه ميك وهذا دوايت ماسك الجهاز. تمام اشغلناه شويتين بس صمل يعني ما نزل، كفو عليه زي اللي يقول تعال عندي هنا وانا اترك الجهاز. ماشي نطيح ان شاء الله يا شباب. يا سلام في احد؟ ما في احد، نعلق بسرعه. الجيم مره مظبوط، والله الجيم مره مظبوط وضاغطهم ضغط. اربع اجهزه، اربع اجهزه مره حلو. طيب نرفس الجهاز هذا يا حبيبي، والله يا شباب عينه قويه ده. طيب ماشي نطيحه هو. اوكي ما راح اتنل، خلاص يا دوايت روح هيل يا ابن الحلال. ما راح صح، بيطيح البلت. ايوه ما راح، تحمل. ابغى البلت هذا يطيح يا شباب. ايوه ايوه فكنا كذا الامور. طيب هيا روح هيل ونتفاهم بعدين. يلا نعلق سريع، مع انه كان باقي له ضربتين ويطيح بس مو مشكله عادي، عشان بس ما يصير الموضوع كله تنن. نشيل هذا، ندمج الجهاز. اوكي كانهم هناك، واحد ماسك الجهاز والثاني ماسك الجهاز في الجهه اليسار. خلينا نروح لهنا، هذه المنطقه حلوه والله. كل الماب كل الماب اتوقع اني كذا حاشرهم في الاجهزه. الجهاز هذا قرب يخلص، الجهاز هذا قرب يخلص، ابعدي. تمام اوف 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 والله قرب يخلص الجهاز في الثمانينات. نشوف اي اورا، ما يمديني اشوف الاورا الحين. طيب دوايت هيل ماشي، هذا واحد هنا ودوايت هنا. دوايت تو نازل من الهوك، لا تسوي فيها حركات البطل. ماشي نطيبها خلقه، ممتاز. خلينا ندور عليها، خلاص نحاول نخلص عشان الفيديو ما يطول معانا يا شباب. هذه وين راحت؟ صوتها تهيل قريب، هذه هي. ليش؟ والله اني ضربت، ابى اضربها ام 1. ايوه ام 1 خلاص طاح كويس. طيب هذه هذه تقريبا ديث هوك، خلينا نقضي عليها ونفك منها. طبعا بما انها ديث هوك ما راح اعلقها هوك ابيض، خلينا نشوف هوك عادي. ايوه هذا هوك عادي ممتاز. الهوك الابيض نوفره، نوفره للجيم لانه خلاص هذه بتموت الحين، الوضع مره ممتاز. طيب دوايت هو هنا طايح، بس انه تو نازل من الهوك، فابغى بترك. ماشي بتركه بشوف اذا كان صحوه اصلا صحي. تمام خلاص خلينا نشوف وين الاثار. في اثار هنا، نكسر هذا. في صوت واحد، في صوت على اليمين يا حبيبي. اوه هذا عينه قويه كمان. ممتاز باقي ضربه، شغل القدره الحين عليه نعطيه. خلاص طفش، والله طفش صدق. هم اقول لك لهم قدره تحمل مع الكيلر هذا، بعدين خلاص خلاص استسلموا، خلاص ما عاد فيه يعني يتحمل يتحمل، لكن في الاخير انفجروا خلاص ما عاد يبغوا يلعبوا. فهو من الكيلرات اللي مره مزعج، السكاكين حقه هذه مره مزعجه. لو هنتريس يعطيك ضربه وخلاص، لكن هذا يقول يغثك يغثك. اوكي هناك في واحد والثاني هنا ماسك الجهاز. طيب نشغله من هنا، ما يمديني اصلا صح، ترك الجهاز ممتاز. نسوي ريلود عشان نقدر نمخمخ معاه مظبوط، الامور طيبه. هذا هو اي، صاروا يلعبوا بدون نفس يا شباب، صاروا يلعبوا بدون نفس، شايفين بدون نفس يلعبوا والله. معلش معلش، هو جيم في النهايه وهو كيلر موجود في اللعبه، لازم ننزل المحتوى في القناه. ففي بعض الكيلرات والله فعلا غثيثين ما يتحملوهم اللاعبين وكذا، لكن ايش نسوي، لازم ننزل لهم محتوى في القناه. ممتاز نشيل بسرعه نعلقه. ابعد
هذا بيركب حصان ما راح يفيده، بوصل عادي. تمام الحين كلهم ديث هوك، اتوقع كلهم ديث هوك، فالامور طيبه. ندمج الجهاز هذا كمان، ما يمدينا ننزل من هنا. ماشي حلو، سيفوه. ايوه هذه ميك، يلا نلحقها. دوايت ما تبين الاورا حقه، شفتوا كيف؟ ما تبين الاورا، لكن ميك شفتها عادي. ما ادري ممكن لانه كان معلق في الهوك، ممكن. والله الكيلر هذا مزعج. خلاص خذ ام 1 يا شيخ، ام 1 برحمك بام 1. والله جي جي، هذا مات. حلو، باقي اثنين يا شباب. مرة ضغطتهم، ما سووا الا جهاز واحد بس. اوكي، في هنا اثار. ندمج الجهاز. نشوف اي اورا. ما في احد هنا، فين؟ اوكي في واحد هناك شغال على بون. اوكي عندهم بون، بس ما استفادوا منه شيء طول الجيم. ما يمديك نخرب على طول، ما نعطيهم فرصة. تمام ما في. ايوه المدمج جنبي على اليسار، سمعته. خلينا نطيح هذا ونرجع له، على باله ما انتبهت له. تمام نروح للمدمج شباب، في واحد هنا طايح، مو طايح يعني مدمج اللي هو دوايت، فخلينا نروح له بسرعه. صوته كان في المنطقه دي هنا ان شاء الله، بس ما يكون ابتعد من هنا. ايوه يا حبيبي. جي جي، ما يسوي دوج نهائيا، بس على طول ركض. اوكي خلاص شباب جي جي، خلصنا المهمه وخلصنا الجيم. الجيمين كلها حلوه صراحه، والكيلر ممتع في اللعب لكن غثيث ضد السرفايفر، غثيث من جهه السرفايفر، لكن من جهه الكيلر والله رهيب، والله رهيب، ممتع صراحه. لكن تلعب ضد سرفايفل استسلم احسن لك واطلع، اذا انه يعني يبهدلك زي كذا على طول اطلع، لانه غثيث هو وليجن ومجموعه من الكيلرات والسامه هذه اللي هي بليك، كل هذول غثيثين في اللعب. فا جي 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 جي. يلا يا شباب نشوفكم ان شاء الله في جيم ثاني، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. سلام. We'll be right back.